ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے. ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں, بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں, میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے, سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں, آپ کے الفاظ قدسیہ, آپ کی احادیث طیبہ, آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں, اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں, اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں, ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں, دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں, دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا, علماء سمرقند, علماء ماوراء النہر, ان کا تجربہ ہے 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں, جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے, تو یہ قرآن, یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی, اس کا درس دیا گیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا. اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں, یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو, مکاتب میں ہو, مساجد میں ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں, تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے. ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی, اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب, یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں, اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے, اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا. آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں, ویڈیو لگا دیں, تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی, اس گھر سے, اس دھرتی سے, اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے. اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں, انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں, تبھی جو ہے ان شاء اللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی, اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی, اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں. جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی, آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی, تو ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے. آمین یا رب العالمین. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ابھی ہم انشاءاللہ ابواب الصلاۃ الخوف شروع کریں گے کہ خوف کی حالت میں یعنی حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. اس سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں احادیث مبارکہ لائے ہیں. ابواب الصلاۃ الخوف وقال اللہ عز وجل وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَذَابٌ مُهِينًا. حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري سالته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاه الخوف فقال اخبرنا سالم ان عبد الله بن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فبازينا العدو فصففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفه معه واقبلت طائفه على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد السجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد السجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد السجدتين. باب الصلاة الخوف رجال وركبان رجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قيامة. وزاد ابن عمر رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما ركبانا. باب يحرص بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حياة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معهم ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معهم الناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهجأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيمان كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيمان أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصني تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم تصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس بن مالك وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا ذكي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى قادت الشمس أن تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحانة فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب الصلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيمان. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة الشرحبيل بن الصمت وصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخفف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحد منهم. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الأغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس والجيش فصار فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وصبج الزرارية فصارت صفية للدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز ثابت يا أبا محمد أأنت سألت أنسا ما أمهرها فقال أمهرها نفسها قال فتبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب العیدین، یہاں سے اب ہم کتاب العیدین شروع کر رہے ہیں. اس میں
عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ احادیث سے مبارکہ لائے ہیں. باب ما جاء فی العیدین والتجمل فیہما. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال اخذ عمر جبۃ من استبرق تباع فی السوق فاخذها فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ابتع هذه تجمل بها للعید والوفود. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هو هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله ان يلبث ثم ارسل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج فاقبل بها عمر فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انك قلت انما هذه لباس من لا خلاق له وارسلت الى جب هذه الجبۃ. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدث عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاستجعل الفراش وحفل وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمره الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما. فلما غفل غمزتهما خرجتا وكان يوم عيد يلعب السوادان بالترق والحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم. فقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفد حتى إذا مللت قال لي حسبك قلت نعم قال فاذهبي. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الزبير قال سمعت الشعبية عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أفضل ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جوار الانصار تغنيان ما تقابلت الانصار يوم البعاثة. قالت وليستا بمغنتين. فقال ابو بكر ابي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. باب الاكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات. وقال مرجي بن رجاء حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ياكل فطرا. باب الاكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن عجوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فليعيد. فقام الرجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جزعة أحب إلي من شاة لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبية عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونساك نسوكنا فقد أصاب النسوك ومن نساك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسوك له. فقال أبو بردة بن النيار قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن يكون شاتي أول شات تذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة أحب إلي من شاتين أفتجزي عني. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. باب الخروج للمصلى بغير منبر. حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياز بن عبد الله بن ابي الصرح عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فافضل شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويامرهم فان كان يريد ان يقطع باثا قطعه او يامر بشيء امر به ثم ينصرف. فقال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينه في اضحى او فطرا. فلما اتينا المصلى اذا منبر بناه كثير بن الصلت فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاه فقلت له غيرتم والله. فقال ابا سعيد قد ذهب ما تعلمه.
فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاه فجعلتها قبل الصلاه باب المشي والركوب الى العيد بغير اذان ولا اقامه حدثنا ابراهيم المنذر لحزام جوق قال حدثنا انس بن عياد عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاه حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء بن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدا بالصلاه قبل الخطبه قال اخبرني عطاء ان ابن عباس انه صلى الى ابن الزبير في اول ما بويع له انه لم يكن يؤذن بالصلاه يوم الفطر وانما الخطبه بعد الصلاه واخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى وعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدا بالصلاه ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى الناس فذكرهن وهو يتوقع على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقه قلت لعطاء اترى حقا على الامام الان ان ياتي الناس فيذكرهن حين يفرغ قال ان ذلك حق عليهم وما لهم الا يفعلوا باب الخطبه بعد العيد حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو سام قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه حدثنا سليمان بن حبر بن قال حدثنا شعبة بن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا تلقي المرأة خرصها وصخابها حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبير قال سمعت الشعبية عن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فلبا نبدأ في يوم من هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسوك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن النيار يا رسول الله ذبحت عندي جزعة خير من مسنة قال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك باب ما يكره من حمل الصلاح في العيد والحرم وقال الحسن انه نهو عن يحمل الصلاح يوم العيد الا ان يخاف عدوا حدثنا زكريا بن يحيى ابو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقه عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدمه فلزقت قدمه بالرقاب فنزلت فنزعتها وذلك منها فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصابتني قال وكيف قال حملت الصلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت الصلاح الحرم ولم يكن الصلاح يدخل في الحرم حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده قال كيف هو قال صالح فقال من أصاب قال أصابني من أمر بحمل الصلاة في يوم لا يحل في حمله يعني الحجاج باب التكبير إلى العيد وقال عبد الله بن مسلم إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التصبيح حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن عازم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فيه فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسوك في شيء فقام خالي أبو بردة بن نجار فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها وقال اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك باب فضل العمل في أيام التشريق وقال ابن عباس واذكر الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودة أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عنه يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة بن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا وما الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ومالي فلم يرجع بشيء باب التكبير أيام من وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر يكبر في
قبتی فی قبتی بمنن فیسمعه اهل المسجد فیکبرون ویکبر اهل الاسواق حتی حتى ترتج من تكبيرا وكان ابن عمر يكبر بمناة تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا محمد بن ابي بكر الثقفي قال سالت انس بن مالك ونحن قاديان من منى الى عرفات عن التلبيه كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحجيذ فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد حدثني محمد بن بشان قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة قد قدامه يوم الفطر والنحر يوم ثم يصلي باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب المصلى بين يديه فيصلي إليها باب خروج النساء والحجاز إلى المصلى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أمية جد قال أمرنا أن نخرج العبات قذوات الخدور وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العباتق عباتق وذوات الخدور ويعتزلن حجض المصلى باب خروج الصبيان المصلى حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة باب استقبال الإمام الناس في الخطبة العيد وقال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبية عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن أفضل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لآله ليس من النسوك في شيء فقام رجل فقال قال يا رسول الله إني ذبحت عندي جزاء خير من مسنة قال اذبح فلا تفي عن أحد بعدك باب العلم بالمصلى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عاصب عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ما كان من الصغر ما شهدت حتى أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء معه بلال فبعضهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته باب موعظة الإمام النساء يوم العيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريب جن قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فات النساء فذكرهن هو يتوقع على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتقها ويلقين قلت لعطاء أثرا أترى حقا على الإمام ذلك يذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبة ثم يخطب بعده خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيدي ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقام فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على آية ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقد امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي قال فصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فدانا بأمي فيلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال قال عبد الرزاق الفتخ الخواتم العظام كان في الجاهلية
ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. باب اذا لم يكن لها جلباب في العيد. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد، فجاءت امراه فنزلت قصر بني خلف فاتيتها فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت اختها معه في 6 غزوات. قالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب إلا أن تخرج. فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير دعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ فقالت نعم بأبي. وقال ماذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا؟ قالت بأبي. قال لتخرج العواتق ذوات الخدود، أو قال العواتق وذوات الخدود. شك أيوب والحيد فتعتزل الحيد المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقلت لها الحجد؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحجد المصلى. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحجد والعواتق وذوات الخدود. وقال ابن عون أو العواتق ذوات الخدود، فأما الحجد فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله عنهم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك ونسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك لحم شاة. فقال فإن عندي عناقا جذعة لهي خير من شاة لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أجي جيران لي، إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. وقال وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد.
وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خلف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا يا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل العصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليس عن وكيل عن ابن شهاب عن عنبة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منا تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغشا بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنه كره الصلاة قبل العيد. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. اب یہاں سے ہم ابواب الوتر کتاب الوتر کی ابتدا کر رہے ہیں جس میں امام بخاری وتر کے متعلق احادیث لے کر آئے ہیں. باب ما جاء فی الوتر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى. وعن نافع ان عبد الله بن عمر كان يسلم بين ركعتين في الوتر حتى يأمر رب بعد حاجته. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن نافع عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهم أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنه وهي خالته فاستجعت في عرض الوسادة فاستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فاصطنعت مثله وقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى إلى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم أن عبد الرحمن بن القاسم. وبه قال حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عربة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يعني
يعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويرفع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يستجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنه أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقد معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني أو فأوترت. باب ليجعل آخر صلاته وترا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار رضي الله عنهم أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لاحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريات بن أسماع نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يؤمن بإيمان صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. باب القنوط قبل الركوع وبعده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنهم أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوط فقال قد كان القنوط. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء أو 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وبه قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنط النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان القنوط في المغرب والفجر كان القنوط في المغرب والفجر. اب یہاں سے ہم کتاب الاستسقاء کی ابتدا کر رہے ہیں جو امام بخاری کتاب الاستسقاء میں استسقاء کے متعلق جو احادیث مبارکہ لائے ہیں ان کی ابتدا کر رہے ہیں.
ابواب الاستسقاء باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سنين كسن يوسف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضرة اللهم اجعلها سنين كسف يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبعا كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو يوسف فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحيم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر فقد مضت الدخان والبطشة للزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وبه قال حدثنا وقال عمر بن حمزة قال حدثنا سالم عن أبيه رضي الله عنه وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميساب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قاحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال برداءه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة
وقال برداءه وقال برداءه وصلى ركعتين. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان وصاحب الاذان ولكنه وهم فيه لان هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الانصار. باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط اذا انتهك محارمه. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مضمرة أنس بن عياد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان بجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ولا بيننا وبين سلع وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فوالله ما رأينا شمس سبطا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلاكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. فقال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا عليك اللهم على الإيكام والجبال والضراب والأودية ومنابة الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا أدري. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يكتب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزاد وما بيننا وبين سلع ومن بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا شمس سبطا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يكتب. فاستقبله قائم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الإيكام والزراعة وبطون الأودية ومنابع الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله عنهم أهو الرجل الأول فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب يوم الجمعة إذا جاء رجل فقال يا رسول الله قاحت المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فمنازلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعه الى الجمعه ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقام فقال اللهم على الايكام والضراب والاوديه ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه انجياب الثيوب باب الدعاء اذا تقطعت السبل من كثره المطر وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اذا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعه الى جمعه فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والإيكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فأنجابت عن المدينة أنجياب الثوب باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاف بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقى لهم لم يردهم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والإيكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فأنجابت عن المدينة أنجياب الثوب باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت بن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية ثم عادوا إلى كفر فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كسرة المطر عليهم اللهم حوى علينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله ان يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين أيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل على عن المنبر فصلى
ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر الى الجمعه التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاحوا اليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحسبها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشطت المدينه فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الأكيل وإنها لفي مثل الإكليل باب الدعاء في الاستسقاء قائما وقال لنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر فاستسقى على ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءه ولم يؤذن ولم يقم وقال ابو اسحاق وراى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن أبيه رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة باب صلاة الاستسقاء ركعتين وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقال برداءه باب الاستسقاء في المصلى وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد بن تميم عن ابي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال برداءه قال سفيان واخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال باب استقبال القبلة في الاستسقاء وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي فأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء وقال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلكت العيال هلكت الناس هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا قال فلما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مشق المسافر ومنع الطريق بشق أيم الله وقال الأويسي
وبه قال حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه باب رفع الإمام يده في الاستسقاء وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه باب ما يقال إذا مطرد وقال ابن عباس رضي الله عنهم كصيب المطر وقال غيره صاب وأصاب يصوب وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله وراءه الأوزاعي وعقيل عن نافع باب من تمطر في المطر حتى يتحاذر على لحيته وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهم قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قضاء قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته قال فمطلنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود باب إذا هبت الريح وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت الريح شديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور باب ما قيل في الزلازل والآيات وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد يعني عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال ابن عباس شكركم
وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليله فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي كافر مؤمن بي وكافر فاما من قال مطن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وكافر بالكوكب واما من قال بنوا كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله عز وجل وقال ابو هريره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن الا الله وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحم ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري احد متى يجيء المطر ہم یہاں سے اب کتاب الکسوف کی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں امام بخاری اس باب میں نماز کسوف کے متعلق احادیث مبارکہ لائے ہیں ابواب الکسوف باب الصلاۃ فی کسوف الشمس وبه قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال ابي بكر رضي الله عنهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ينكسفان لموت احد واذا رايتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وبه قال حدثنا شهاب بن عماد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيات من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زيد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله باب الصدقة في الكسوف وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم شد فأسال السجود ثم فعل في الركعات الأخرى مثل ما فعل في الركعات الأخرى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا
والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب النداء الصلاة جامعة في الكسوف. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن وكيل عن ابن شهاب حا. وبه قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسط قال حدثنا أنبسط قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقال فصف الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها فقلت لعروة أن إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة ولم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت الشمس. وقال الله عز وجل وخسف القمر. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عربة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل من في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قال له أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخفف الله بهما عباده. لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية فجاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهران الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى لهم ابن عباس رضي الله عنه في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال إن خسفت الشمس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا وقالت ما رأيت منه خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقال سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار.
ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنه الدجال لا ادري ايتهما لا ادري ايتهما قالت اسماء ياتي احدكم فيقال له فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او قال الموقن لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا فيقال له لم صالحا فقد علمنا ان كنت لموقنا فاما المنافق او المرتاب لا ادري ايهما قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب من احب الى من احب العتاقه في كسوف الشمس وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائد عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس باب صلاة الكسوف في المسجد وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديا جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخشف الشمس فرجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر حجاري ثم قام فصلى وقام الناس وراه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني إسقيس عن أبي مسعود رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون القراءة ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن زين بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهم قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزيعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخفف الله بها عبادة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفار باب الدعاء في الكسوف قال له أبو موسى وعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائد قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول ان كسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقام الناس فقال الناس صلى الله فقال الناس ان كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياتي فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي باب قول الامام في خطبه الكسوف اما بعد وقال ابو اسامه حدثنا هشام قال اخبرتني فاطمه بنت الغندر عن اسماء رضي الله عنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد باب الصلاه في كسوف القمر وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنهم رضي الله عنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو عبد البارز قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يكسفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصل حتى يكشف بما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى باب الركعة الأولى في الكسوف أطول وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول باب الجهر بالقراءة في الكسوف وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمير قال سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر وركع فإذا رفع من الركعات قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعابد القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات من ركعتين وأربع سجدات وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات قال وأخبرني عبد الرحمن بن نمير سمع ابن شهاب مثله قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة وقال أجل إنه أخطأ السنة تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ